مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة ورائعة من جمال الحياة مع ريم. زي ما بتعرفوا كل يوم جمعة احنا نحن بضيافة الأستاذة ريم عناني المدربة اللي حتساعدنا في انه نمشي للطرق الصحيحة في الحياة. اليوم حنتكلم عن موضوع التسويف. موضوع التسويف من الموضوعات اللي كتير بتمر في حياتنا. أنا من الناس، يمكن أنتو، كنا سمعنا بمثل لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ولكن كنا بنأجل عمل اليوم مش للغد ولا ما بعد الغد، خاصة في الأشياء والمهام المملة أو اللي بنتوقع إنه فيها تعقيد. اليوم حنحكي عن هذا الموضوع، حنحكي إذا فيه له أضرار سواء صحية أو اجتماعية، حنحكي أسبابه، حنحكي شو هو، حنحكي كيف ممكن إحنا نعالج نفسنا من هذا الموضوع، لأنه أنا بتوقع إنه هو جزء من المشاكل اللي بتحبط الإنسان وبتؤدي إلى فشل في كثير من الأمور. أهلا وسهلا فيكي أستاذة ريم، شرفتينا اليوم. أهلا فيك وأهلا في كل متابعين قناة كنار، أهلا وسهلا فيكم في طريقكم للسعادة. إحنا هون دائما بنعطيكم كل الأشياء اللي ممكن تساعدكم تعيش في حياة سعيدة وناجحة، فأهلا وسهلا فيكم. موضوع التأجيل والمماطلة كلياتنا فيه، يعني أهم شغلة إنه ما نشعر بالإحباط، ما نشعر إنه إحنا ناس مش كويسين أو فاشلين. يعني تربطوش هذا الموضوع في هذا الموضوع. ما فيش فئة معينة من الناس بتعاني من قصة المماطلة والتسويف لو في فترة محددة من حياتها. فبحب أقول لكم الدكاترة، المهندسين، الدكتور جمال، أنا حتى كوتش مرات بحكي مع حالي إنه what's going on with you. كلياتنا بنعاني فيها فترة معينة من حياتنا، المهم إنه ما تستمر طول الحياة ونقصر هذه الفترة قد ما بنقدر. إذا خلينا نحكي شو هو التسويف بشكل مختصر. هل هو فقط تأجيل للغد وحعمل هذا الموضوع غد، أم هو شيء أكبر من ذلك في حالة نفسية داخلية؟ هو دفنت لحالة نفسيا، هو مربوط في حالة نفسية معينة، مش هو نفسه حالة نفسية، يعني زي هو عرض لحالة نفسية. فالتأجيل والمماطلة هو إنه ممكن نفسي أعمل شغلة في مرات سنين. أنا يعني كثير بشتغل مع ناس بدهم بقول لك إلي سنين نفسي أعمل شغلة وماسك حالي مش قادر، بنصاب بإحباط. إحنا أساسا بيبقى السبب هو كأنه موضوع هروب، بنهرب لانه احنا مش سعداء، بنهرب، عندنا ستريس، عندنا ضغط نفسي، وبعدين بنهرب من هذا الضغط النفسي على انه مثلا 5 دقائق بدخل العب كاندي كراش، ولا 5 دقائق اشوف شو الفيسبوك، ولا كانه بنهرب من انه عبء زياده على حياتنا. لسه بدي اقوم بهالشيء، لسه بدي اعمل 15 مكالمه، لسه بدي ارد، مثلا انا خليني احكي عن حالي، لسه بدي ارد على كمان 10 15 كلاينت، لسه لسه لسه. اوكي، فانا بهرب من هاي المسؤوليه لانه لشيء ثاني. ف يعني زي بتقول هي عاده، كمان عاده، حاله نفسيه وهيك الاشياء. اوكي، اذا موضوع العاده هذا مهم، وموضوع الحاله النفسيه زي ما حكيتي شيء مهم. طيب، حكينا عن الموضوع واسبابه، هل في له ظواهر؟ كيف انا اعرف؟ في ناس كثير يعني ما ببين على حق، ما اقول لك شيء طبيعي، هذا انا مأجلت الفايل هذا لبكره او اجلت هذا العمل لبكره. هل لازم الاحظ في تريجرز، الاحظ على حالي انه وب ستوب هير ات از؟ أول إشي، الناس اللي بتماطل كتير هي أساساً بالأساس عندها إشي محزنها أو إشي ماشي في صاير معهم في الحياة. لنفرض واحد أمه مريضة وعنده كلاينت 5 6 بده يودي لهم مسج. It's hard، مش سهل إني أترك واقع عندي موجود وإني أروح، بس هو أخيراً الحياة تمضي وأخيراً بدك to motivate yourself، تشجع حالك عشان تقوم تعملها كويس. فالحالة النفسية ممكن برضو، لا، في بحس أنا إني أنا مقصر، بشعر بالتقصير، بتقل ثقة الإنسان بنفسه لأنه هو داخلياً عارف إنه في أشياء بدها تعمل، بده يعملها ومش قاعد بيعملها. على فكرة أنت استخدمت الكلمة تماماً اللي أنا بستخدمها مع نفسي. أنا أول ما أشوف حالي معجوقة ومش قادرة أفكر صح بقول بدي أقوم أسكر ملفات، حرفياً هذا اللي بستخدمه يعني. شجع حالك. فانا بقول قايمه اسكر ملفات، قايمه اسكر ملفات معناته في اكثر من ملف مفتوح ومش مكملات، وانا مباشره بشعر باكتظاظ
عقلي، هو يعني جوا العقل كأنه كل ملف مفتوح مفتوح مفتوح، وإحنا مش قاعدين نعمل فيهم إشي، بتكون دائما شاعر بالثقل، ثقل كأنه فعلا وزن قاعد فوق كتافك، في إشي بده ينعمل، أنت عارف إنه بده ينعمل بس مش عارف تبدأ. This is exactly، وهي بحس فيها وعارف حاله ببقى الواحد. أنا عجبني شغلة في حضرتك الآن، هو حملك للقلم. في قاعدة أنا تعلمتها من كوتش صديق إلي، قال لي قاعدة مهمة جدا في حياتي وأنا استخدمتها منذ ذلك الوقت: not written not done. وفعلا فعلا يعني أي شيء أنا بحطه ببالي ما بشعر إني أنا أنجزته. فعندي أنا قاعدة كل يوم تقريبا عندي نوتس بكتب شو الأشياء المهمة اللي لازم أسويها، المين ثينجز، ولازم بنهاية النهار أكون عامل عليها خربشة أو شحطة أو إشي. هل تعتبري هذه طريقة جيدة بحيث إنه الواحد to put himself on the track؟ صح 100%، لأنه شوف إحنا بنحاول نكذب حالنا إنه غطيتها في عقلي من ورا نسيتها. إذا أنت ناوي فعلا وعندك نية للتغيير، ما غيرت حياتي لعلمك إلا لما صار القلم والورقة زي ما تقول جزء من حياتي، في الشنطة، في السيارة، في البيت، لأني I hold myself accountable، أكتبها والعقل يستجيب بطريقة مش معقولة للقلم والورقة. فأنا حتى الناس اللي بشتغل معهم بنكتب كل الأشياء اللي من غيرها، أكتب شو اللي عاملك سرس وملهيك عن شغلك، اكتب شو نفسك تصير. كل إشي بينكتب العقل بيأخده أو العقل الباطن بيأخده بطريقة جدية كثير أكثر من الشفهي. ولذلك أنا فعلا أنا بيتي مليان نوت بوكس، وكل ما يكمل واحد بكمل واحد، بس أنا ببقى فاتحة 4-5، كل واحد له مهمة وكل لون بيعني لي إشي. حتى الألوان هذه شغلة مهمة. يا يمكن نعمل حلقة عن كتابة المهام، لأنه هذا موضوع يعني أنا صراحة بستخدمها في حياتي خاصة في العمل يعني، بس أتوقع أنه هذا شيء مهم جدا في أمور كثيرة في الحياة يعني. حتى يعني أحيانا إحنا بننسى تقول يعني، خاصة إحنا في الغربة بتنسى تتصل بأمك أو بأخوك أو بأختك، فلو بتحطها كل أسبوع أنه أنا بدي أتصل مرة مرتين وريفر أنت، أو بدك تسوي شغلة مهمة، أتوقع يعني يمكن تكون طريقة كويسة بتساعدك على ترتيب وقتك على الأقل. طيب في سؤال مهم الآن، إحنا أحيانا بنخلط بين العمل المهم والعمل الغير مهم، أو كل شيء بننجزه في حياتنا إنجاز، وبغض النظر حتى لو قعدنا على الفيسبوك هو إنجاز لشيء إحنا عملنا على الفيسبوك. بس هل بتتوقعي انه في خلط بين عند الناس بين الامور او الامور الاهم اللي هي يعني ما في عندنا priorities زي ما بيحكوا، وهذا احد اسباب بتؤدي الى التسويف؟ هو برضه بنعملها بشكل متعمد، كانه لانه مش قلنا احنا الشغله نفسيه، اولا بنهرب من الشغله الاكثر اهميه لا الشغله المهمه شوي. اوكي فترتيب الاولويات طبعا مهمه جدا، انه هذا لازم يتم ولازم يتم هلا، يعني the best time to do anything is now، هلا مش لبكره ولا بعد ساعه ولا بعد نص ساعه، it's now. وهلا راح اعطيكم تكنيك جدا مهم ومفيد وبيعمل وبيشتغل حوالين، ما هي كلها it's a brain trick. فهلا بدنا نعطيكم بنعطيهم للناس تكنيك يستخدموه مشان يخلصوا من هاي من هذا الشيء. وبرضو إشي تاني بيخلينا نماطل، بنخاف من المسؤولية، في خوف، في خوف، خايف أبلش في المشروع وما أنهي، خايف أبلش فيه وأفشل، خايف أبلش فيه ويطول المشوار وما عرفش أوصل لآخر نقطة. برضو في ناس بتعرف ليه بيبدوش في مشروع أو بيماطلوا، لأنه هم perfectionist، لأنه بدهم كل شيء أعمله 100%، إذا مش قادر أعمله هلأ 100% مش رح أقدره. فأنا هاي أنا كنت من هذا النوع على فكرة، إذا ما بعرف تفاصيل كل الأشي ما بدي أبلشه. بعد ما قريت Big Magic لإليزابيث جيلبرت تغيرت فكرتي، أنا صار عندي هلأ مهمة الإنجاز أهم من البرفكشن، هلأ إذا يا هاي يا هاي الإنجاز أهم. أقول لك ليش، لأنه بصير كراودينس في الدماغ، بصير عندك بالفعل ملفات مفتوحة مفتوحة ومش مكملة. أنا رأيي في هاي المرحلة سكر، إنجز إنجز باللي بتقدر عليه. Yeah. طيب انا حابب اعلن من اليوم، عندنا ما شاء الله في ضيوف كتار اليوم، حابب نعلن ضيفك للحلقه القادمه، جست
هنت تعطي للجمهور إذا بتحبي تحكي على الموضوع تفضلي. ضيفنا للحلقة القادمة الدكتور خالد حماد، من أهم أنا بالنسبة إلي أقول لك اللي تأثرت فيهم المنظرين في السعادة البشرية. هو كان أحد المسؤولين عن مهرجان السعادة في دبي، وكان مستشار الأمير في دبي. مؤمن جدا في الطاقة، وأنا إنسانة مؤمنة جدا في علم الطاقة، فالحديث رح يكون ممتع جدا جدا جدا. يعني هو he's very excited عشان يقابل جمهورنا في كنار، وإحنا كمان سعداء ورح نكون يعني فعلا جاهزين له. I can't wait. إذن الأسبوع القادم لا تنسوا يوم الجمعة بنفس التوقيت الساعة 7 رح يكون معنا أحد أهم المتحدثين في موضوع السعادة في الوطن العربي ويمكن حتى في العالم. على أنا قرأت ما شاء الله الرزومي تبعه، شيء يعني خرافي، شيء ما شاء الله شيء كبير. فلا تنسوا تتيونون وتكونوا مع ريم، وإن شاء الله رب العالمين تستفيدوا من الحلقة هاي والحلقة الأسبوع القادم. حنذكركم برضو بنهاية الحلقة عشان تحطوها بالأجندة اللي حتبدوا تكتبوها لازم الحلقة. يس لازم لازم. الدكتور خالد يعني إنسان جميل جدا قلبا وقالبا، وأقول لك أنا كنت دائما من المتابعين له، بس لما لقيته، خلينا نقول أنا ما عندي تلفزيون عربي بتابعش شو بقى يصير في الوطن العربي، كنت غرقانة في حياتي هون. فلما شفت هذا الإنسان وتابعته كتير تفاجأت قديش إنه منفتح على هذا العلم، قديش متعلم، إنسان رائع في كل بكل معنى الكلمة. وأنا كتير سعيدة إني أكون أنا سبب إني أقدم لكم يا وأكون أنا ويا في حوار. متشرف فيه وفيكي، وطبعاً هذا شيء رائع لكنار تي في أيضاً. أشخاص ملهمة بوزيتيف إيجابية تكون معنا عشان تنشر الرسالة اللي كنار تي في بدها إياها. الأستاذ محمد بيحكي إنه أبسط تعريف للتخطيط هو التفكير على الورق. حلو، يا لازم توضع انت اساسا تعطي العقل الباطن تبعك امر او اشاره انه هذا الموضوع جدي جدا، لذلك انا بكتبه، فهو بياخذها يعني فعلا بشكل جدي. هل تعتبري التايبنج الان صار عصر الكمبيوتر والكمبيوتر، هل تعتبري انه اخذ شيء من هذا التفكير ولا وي ستيل كان دو ات الكترونيكلي؟ حسب انا، لا أنا لا، أولادي ممكن يعني بيشوفوني قديش عندي وراء وإقلام، بتطلعوا علي بيقولوا لي يعني بأي عصر إحنا. حسب هو يو آر، حسب هو يو آر بالضبط. Why do you torture yourself؟ الإشي بيقول لي يا، بس أنا بقول لك إنه حسب الشخص شو الأريح إلك، شو اللي بخليك تحس إنك يو آر ريل. هلأ أنا قديش في، أنا عندي مكتبة كاملة على تلفوني، هلأ بحول فيها لورق، لأنه أنا شعوري بالكتاب الورق وأنا ماسكيته it's different. تشعر إنه في there is something in front of you. Yeah, you can. يعني again يعني هذه ممكن نحكي فيها في حلقات التكنولوجيا أم هذا. يس الدكتورة ربا بتسأل سؤال أو يمكن comment. Sometimes prescriptions are symptoms of being passive or aggressive, like employee who doesn't want to do the job but can't tell the directors how they feel that they keep recruiting the works to annoying them. How you can deal with these people. Creating the work to annoy them. How do you deal with these people? Ruba, thank you so much, أول إشي, for your message. I really appreciate it. I really appreciate you as a person. I'm so really happy and grateful for Kanar TV that it actually introduced me to you, okay? What I can tell you, بعرفش خليني أحكي بالعربي. بالعربي تفهم عربي، بس يمكن كتابة لأنه عندها الكيبورد. اللي أنا بقول لك يا، معظم الناس في عامل نفسي وراء اللي عم بيعملوا، في نوع من الإحباط، في نوع إنه maybe في ناس lazy، بس أغلب الناس أنا برأيي هم ناس مناح بيعانوا. ممكن صارت طريقة للشغل إنه إذا بقول ما بدي بيجي واحد تاني يعمله maybe، بس هدول the worst thing if I am a manager، إذا أنا manager the worst thing إنه لما أشوفه ما بشتغل إني to delegate the work لحدة تاني، أعطيه لحدة تاني، فأنا بساعده يكمل في هاي الوسيلة تبعيته في المماطلة. وقد يكون هذا الإنسان عنده إشي تاني في حياته is taking a place أو toll in him، بيكون بده مساعدة نفسية. But most of us
شوف في ناس متسلقة، يعني إذا واحد يعطيني راتب بدون ما أعمل إشي أنا I hate it personally، بس في ناس ممكن يعني، ف it's both ways. إذا هم بدهم مساعدة ممكن we talk to them، إذا بدهم الدفشة هاي إنه إحنا no هذا الشغل بده يضل عليك، you gonna be يعني بدك تشوفه في الريبورت تبعك، بدك تشوفه لما يجي موعد الريز، بدك تشوفه لما يجي موعد الريفيو تبعتك، راح تشوف إنه في عندك negative few points تؤثروا على ترقيتك وعلى كذا، يعني لازم يشوفوا عواقب اللي بيعملوا. أوكي، بس غالبا الإنسان أنا برأيي طبيعة الإنسان لما ما ينجز، لما ما يعمل الأشياء اللي بده يعملها، هو ما بيبقى سعيد. يعني أنا لدرجة إنه بقدرش أكل، بقدرش أشوف، أعمل، أحكي مع أولادي، أي بتعب نفسيا لما يكون عندي ملفات، حرفيا أنا بسميها ملفات، فبعمل يوم تسكير ملفات، لازم إني أخلص حساباتي، لازم أحكي مع الأكاونتنت، لازم مثلا عندي شيبمنت لازم ينشحنوا، صعب صعب، كراودنس في الدماغ. فبيج ماجيك كتبتها حرفيا هيك اليزابيث جيلبرت، اي لاف هير اكشلي، اي لاف هير بوكس، وهي كتبتها حرفيا انه اذا ما بنعلمهم انه ميبي اذا مش قادر تعمل شيء بيرفكت كمله، اغلق هذا الملف عشان تفتح لحالك مجال فور شيء جديد تقدر تعمله. هلا طيب شو بدنا نعمل؟ شو في إشي أعمله؟ أوكي أنا I am يعني serial procrastination or procrastinator، أوكي، أو عندي أنا حالة مزمنة مش قادر أطلع منها. literally جزء جيد من ال clients اللي بشتغل معهم بيجوني لأنه بيقولوا لي بنلف في دائرة مش قادرين نطلع منها، مش قادر أعمل إشي، مش قادر أنجز. أوكي هدول بتراوحوا من PhD clients، clients عندهم high degree of like هندسة، معلمين، كل الأنواع، دكاترة، فهم حاسين فيش إجاز. أول إشي الـ overthinking هي إحدى الأسباب للـ procrastination، يعني للمماطلة وللتسويف، التفكير الزايد. ومين أكثر ناس بيفكروا؟ أكثر الأكاديميين، وهم اللي بحسبوها الصغيرة قبل الكبيرة، وإذا بدي أبلش بهاي الخطوة شو اللي بعدها. فإحنا لقينا لهم الحل، أو بالأحرى ميل روبنز لقت لهم الحل، روبنز، ميل روبنز لقت لهم الحل، وأنا كتير عجبني الحل تبعها. أقول لك ليش، الدماغ لما يشوفك مش جاع بالك تقوم أو أنت تعبان بده يريحك، بيعطيك ألف سبب ليش مش لازم تقوم. ميل روبنز حكت لنا أوكي بنعد، عندك نظام الخمس ثواني قبل ما يلحق العقل يعطيك جملة أسباب أو حلول كيف بدك تهرب، بدك تسبقه للعقل. فمعنى خمس ثواني نعد 5 4 3 2 1 go go on it، هي اول step. رقم اثنين تقسيم الشغل، مرات اذا بدي اعرف بدي اقوم اشتغل 6 7 ساعات يعني خلص بصير ما بدي اشتغل. اوكي thinking about انا اي thinking about، بس هو الشغل، الشغل حياة فعلا. انا بالنسبة لي العمل حياة، فأنا شو بقول؟ أوكي بدل ما أفكر في الألف خطوة اللي بدي أعملهم، بدي أقوم أشتغل نص ساعة أعمل خطوتين وأقعد. طب أنت صار عندك خطوتين من أصل 500 جاهزين، it's good. أوكي فأول إشي yes it's a very good start. فأول إشي تبعوا نظام الخمس ثواني، نجح معي نجاح مش معقول، ومع كل كلاينت اللي جربتهم عليهم كلهم نجح، خاصة الأولاد اللي بدهم يقوموا الصبح على المدارس، كمان شوي، كمان 5 دقائق، كمان 10 دقائق، 5 4 3 2 1 وجيت اوت قبل ما قبل ما عقلك يقول لك كمان شوي وتضل مستدفي وتضل مرتاح. ف this is good. What do you think يا دكتور جمال؟ اتوقع يا اتوقع يعني رائعه هاي موضوع الخمس ثواني، حجربها انا اكيد، لانه اكيد انا برضو عندي يعني جزء من الشغلات اللي بنسويها في الحياه بنقول خلاص لبكره، يعني لبكره خليها لبكره، بتصل بفلان بكره وبتنسى يعني بكره. طبعا انا بدي اسال سؤال اللي حكت عنه ربا، يمكن هي سايكولوجي، يمكن احنا شفناها في احد اعتقد انه المسلسلات او الافلام المصريه، مش متذكر صراحه متى شفناها، بس كانت في مكان انه كان في مدير قاعد او في موظفين، موظف عنده الملفات فوق بعض و مش عم بيشتغل، والملأ وموظف الثاني شغال وبخلص أول بأول، بيجي المدير عليه بيشوف اللي عنده ملفات كتير، بقول هذا طلعوا قديش مكوم عليه شغل، وهذاك ما عندوش شغل نهائيا، خلينا نرفع هذا لمنصب أعلى اللي هو ما بيشتغل وعنده. أعتقد في إنه مسلسل مصري أو فيلم مصري مش متذكر، أو whatever يعني
بس فعلا هاي بتصير في الحياة. يعني انت بتنجز كل شيء اول باول، بس كيف زي ما بيحكوا، لانك تنجز اول باول ما بظهر عملك، يعني بتشعر انك مهضوم حقك. اللي بتلاقيه صاحبك بيعمل من الحبة قبة في الشغل، وبضيع بدل يعني شغلة مثلا بده يسويها بخمس دقائق بقعد عليها ساعتين ثلاثة، وبستشير هذا وبستشير هذا وبعمل بلبلة، وانت بتشتغل بصمت ما حدا ملاحظك بس هو كل ملاحظه. فهل تتوقعي انه هذا موجود سيكولوجيا عندنا؟ هل في ناس بيعانوا من هذا الشيء؟ في الوطن العربي كأنه كل شيء بصير. هو المفروض لا، هو المفروض اللي بيخلص شغله وبنجز هو بوصل لمحل وبصير يعني ايكون للناس اللي بدها تعمل شيء. مساء الورد يا ألفت واعتدال. المفروض لا، طبعا المفروض لا، بس اذا هاي مسج في المسلسلات تبعتنا بيبقى كارثه. انا اللي فوق ال 15 سنه يمكن مش حاضره مسلسل عربي، بس المفروض اللي بيخلص هو اللي بيخلص هو يوجوالي كاتش ذا الاي تبعت الشركه اللي بيشتغل فيها، هو اللي بتطور، هو اللي بيخلص. الاذر وان نو واي. في الشركه بتحترم حالها بتجيب موظف متاخر وبتعطيه كل الامتيازات، والا كان يعني this is not good. ذكرني أستاذ محمد، اسمها رواية لكل مجتهد النصيب للكاتب الكبير دكتور جمال. حلو. يعني أنا بتذكر أنا شفتها في لتوفيق الحكيم، طبعا هو بمزح. فهي فعلا يمكن إن عملت مسلسل أو شيء. أنا ما قرأت لكل مجتهد النصيب صراحة، لكن أتوقع إنه يعني القصة جاي منها. الأستاذ محمد بيحكي، أليست المماطلة نوع من أنواع الكسل وشكل من أشكاله بشكل أساسي، ويمكن أن يظهر كأنه خوف من المجهول أو خوف من تحمل المسؤولية؟ نفسي بامتياز. هو نوع في يصل إلى الكسل، بس ليش الكسل؟ ما هي كله مرتبط في بعضه. مش إحنا بنحكي قديه بدنا نكون سعداء وقديش بدنا ننجز وقديش بدنا نوصل للي بدنا إياه. أنا بتقول الإنسان اللي ما بيقوم يسعى لهدف هو بده إياه، هذا إنسان لا، ما بيحب نفسه بالقدر الكافي. هو إنسان ما عنده ثقة بنفسه بالقدر الكافي. هو إنسان لازم يبني عضلة أو جزء جديد من نفسيته عشان يوصل للي بده إياه. ما تفكروا إنه الكسالة والقاعدين في البيوت سعداء، هذول هم يعانوا من الاكتئاب بنوع من الاكتئاب أو نوع من الاسترس somehow. فهي للأسف يعني إحنا مرات بنقول عنهم كسالة أو كذا، بس صدقني جوا كل إنسان، كل يوم، كل ما حالة أشغل معها جديد، كل ما كلاينت جديد، قديش بنحزن يعني جوا الإنسان في ألم كل واحد. ويمكن هذا الألم يخليه أحد، يمكن كلمة سمعها هو صغير إنه مش نافع، هو بيعملش إشي، هو كذا بطل يشتغل. فبيهايند كل تصرفاتنا، وراء كل فشل بنشوفه في حياتنا، وراء كل صعوبة في حياتنا، في ألم، ألم معين. وعلى فكرة قد يكون إشي كتير صغير، ولكن عقلنا كبره وفسره بطريقة تانية. فيعني خلينا نكون جدا جدا رحيمين فيهم، يعني نحاول نعلمهم how to get to next step. بس مزبوط أستاذ محمد، في منهم أركان بقى وامه ابوه يسوى عنه كل شيء. هو احنا ببين كسل، بس هو حرام فقد عنصر المبادره لتغيير حياته، الموتيفيشن. يعني هذه طبعا ربا بتقول لك غيرت الكيبورد صارت تكتب بالعربي. شكرا لك ريم للطاقه الايجابيه الحلوه والكنار اللي عرفتنا بشخصيات رائعه مثلك. ربا يعني مش عارف كيف بدي اشكرك، انا بحبش يعني to go through، بس you're an amazing angel. عن جد يعني انا بحب الناس اللي بيذكروني قديش العالم حلو، قديش الدنيا بخير، وانت واحده منهم كنتي. ربا من الناس البوزيتيف، وهي يمكن من الشغلات المهمه تخليها في حياتك عشان تحارب التسوف، لانه في ناس كتير للاسف نيجاتيف بيبل اراوند يو بيقولوا لك خلص خلي لبكره، خلي لا شو يا زلمه عايش مستعجل، ما هو الدنيا مش طايره، صح ولا لا؟ من الكلمات هاي اللي برضو هدول بيأدوا للموضوع، او حتى بالشغل. يعني كله ايش في كان مثل العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. ايوه ف يعني يا تابع نتائجنا مع نتائج العالم بنشوف قديش هذا
المثل رائع. يعني في قصة. طبعا موضوع التسويف هذا في كل، في عليه أمثال في كل لغات العالم. أنا درست عدة لغات، موجود في كل لغات العالم حتى بالصيني. بس في مثل صيني يعني بيحكي إنه لو كل صيني فقد ثانية ضيعها في حياته على إشي غير مبالاة، العم ال 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 الصين بتفقد 1000 سنة من عمرها، اوه واو 1000 سنة من سكاري. تطورها. فشوفي كيف يعني بشعروا الشخص انه الدولة معتمدة عليك انت كشخص، انت مهم جدا. يعني حتى مهم بتسويف وضع قد يؤدي الى تغيير وضع الدولة كاملة والمجتمع كله. إشي كتير حلو، وحكت لنا يا ربا شوف كيف جملة خلتها تغير حياتها. شوف الفرق بين الجملة الإيجابية والجملة السلبية. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، اقعد يا زلمة بلالنا من الشغل. بينما ربا شافت جملة بتقول الأهم فالمهم، فعلمتها تو دو برايورتيز في حياتها، صحيح، وإنه تعمل الأشياء المهمة. فضروري جدا لما نردد جمل نتأكد إنها ما توقع في دان ولد صغير ونأثر على كل حياته سلبيا. شكرا وخاصة يا ربا. الأمثال السلبية هاي. يعني بحب اقول لكم برضه، عشان احنا قاعدين بنحكي على السعاده وبنحكي في هاي الامور، اذا انت قاعد هذا وقت التسليه تبعتك، هذا مش اضاعه بالوقت، هذا ما دخله في المماطله. على فكره انا مش مع الناس اللي بتحرق حالها في الشغل too much like go 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 go. لما تكون في وقت الاسترخاء ووقت العائله ووقت الاستجمام enjoy، بس انت ما رح تكون مبسوط اساسا اذا ما بقيت مسكر الملفات المهمه. كيف بدي اروح انبسط وامشي بين الشجر واكيف وانا عارفه في تليفون لازم اعمله ضروري؟ هاو ما بتقدر. فعشان اقدر اتمتع في اوقات الفراغ لازم اعمل في وقت العمل، وهذا هو الاهم فالمهم زي ما حكت الست ربا. هلا برضه بدي احكي لكم عن شغله جدا جدا بتاثر في موضوع المماطله، انتبهوا عليها. في عندنا شغلتين، نوعين من البشر. نوع اذا حكيت عن القصه، مثلا انا قلت بدي اكتب كتاب، لعلمك انا ما حكيت اني كتبت كتاب الا بس خلصته، لاني انا من النوع الثاني. هلا نعطي للعقل فولس، يعني زي كذبه، او بعطيه شعور كاذب بالانجاز. ليش بقول بدي اسوي وبدي اعم وبدي اتصل وبدي اروح وبدي بدي بدي او ساعمل سافعل سا، باجي العقل بصير عنده زي حالة من الهدوء أو السعادة الكاذبة، حس حاله نفس، حكى عن كل هاي الأشياء، بطل في ستيم، بطل في دفع عشان أطلع أسوي الإشي اللي بدي أسويه، وأركنت إني حكيت. معظم الناس الخاصة اللي عندهم مشكلة التسويف والمماطلة بكثرة، هدول عندهم بوقعوا في هاي المشكلة. في هيك حالة عمرك ما تحكي عن إشي قبل ما تسكره. وأنا بعتقد وتعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، قد يكون إحدى تفسيراتها إنه فعلا لأنه تؤثر نفسيا كتير. لاحظ الأولاد تضل قول عنه إنه شاطر وجاب علامات عالية، خلص شاف الإيمج بطل بيقرأ، بتصير كثير في أولاد بعرفهم. صحيح. فتحكيش عن إشي قبل ما يتم، ما تحكي عن إشي قبل ما يتم. إذا أنتوا من هذا النوع ضل قول وبتحب تحكي للناس شو إنجازاتك، كلنا بنحب نورجي إنجازاتنا. إذا بتحب تحكي للناس إنجازاتك ضل ساكت لما تنجز وتقول عملت، ولا مرة تقول بدي أعمل. هذا بينك وبين حالك، اكتبها وبلش إنجزها، بس تخلص قول هيها جاهزة. هاي أهم إشي، هاي من النوع اللي بيفقدك الحماس للاستمرار. العقل بياخدها على إنها شعور كاذب بالإنجاز، شايف؟ يعني مش هي اي شيء، اتس نوت اباوت انه والله كذب حكى، يا حرام. في ناس بيبقى فعلا في بدهم يعملوا بس فقدوا الحماس للعمل لانه حكوا عنه، تحكوش. نوع اخر، نوع اخر اللي هو يلزم، اللي هو صاحب كلمته هذا. يعني انا قلت بدي اعمل هيك، لو بدي تخرب الدنيا بدي اعمل. مرات على فكره بنقول بدي اعمل شغله وببقاش وقتها، فبنخرب على بقيه السكجول. هلا انا بالنسبه لي، عشان اقول لك كيف طلعت، انا جيت يعني من الوطن العربي وجيت انه يلا ان شاء الله لبكره لبعدين، بعدين هون صار عندك مواعيد لازم تلتزم فيها وكذا، فصرت زي اعاقب نفسي اذا قلت بدي اعمل شغله وبدها تخرب 100 شغله وراها. الشغله اللي قلت بدي اعملها بدي اعملها،
إذا بعمل موعد لو مهما كلف الأمر صرت أعمل هذا الموعد، يعني صرت أنا I hold myself، كنت جدا قاسية على نفسي عشان أخلص من هالدائرة. إذا بعمل موعد وبروح أعمل موعدين وراه ما بقى مطنش، بتصل وبحرج نفسي وبعتذر مشان المرة الجاي أتذكر الموقف اللي حطيت حالي فيه وما أعملها كمان مرة. فيعني كله سيكولوجي، كل واحد عقله ردة فعله شكل على الأمر. ولكن أنا بقول لكم ما تحكوش عن إشي ناويين تعملوه تفقدوا الحماس لعمله. والعقل الباطن زي ما تقولوا بصير عنده الحماس اللي هو بقى محضره عشان إحنا نجهز هالموضوع، اوريدي حس بالريليس، حس انه اه والله بدك تعملي كذا، برافو، واو، خلص انت اشبعت وكاني قمت طيب. بهذا العمل. طيب انت ذكرتيني في مثل كنفوشي بيحكي انه الذي يعمل لا يتكلم والذي يتكلم لا يعمل. يعني اتوقع انه هذه يمكن بتلخص كثير، انه العمل لازم يكون بداية، بعدين عملك هو اللي بيتكلم عن نفسه، مش لازم انت تحكي عن. خلي عملك يتكلم عنك 100%، خاصة صحيح. الناس كلنا بنحب تو بي ابريزد على فكرة، بنحب انه حدا يقول لنا برافو شاطر عملت اشي، بس اكون فعلا عامله، مش اضر حالي بالفولس ريليس هذا اني شعرت حالي اوكي برافو ممتاز. عرفت كتير 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 ناس بتوقع في هذا المأزق، وهاي الطريقة اللي طلعوا حالكم منه. اول اشي بمنع حالي، بمسك حالي اني احكي، بكتبه عشان اقول انه هذا احد الاشياء النفسي اعملها. شوف في ناس كثير بيتصلوا في عندهم كارثه، تصور هون في امريكا لما تغير موعدك مره مرتين ثلاثه الدكتور ببعث لك رساله بيقول لك يور اوت، انا اي ويل نوت سي يو اني مور، لانك ما بتحترم وقتي وانا سوري ما بقدر اشوفك. فكثير منا من الكلاينت بيحكوا لي انه دكتورين ثلاثه فصلوني انا، يعني الحاله يا مزمن. مستعصيه I know. فبنقول اوكي يلا نشتغل على هذا الموضوع، اذا في موعد يعني في موعد. وعلى فكره في توصل لمرحله انه بصير اه وجع راس، تصور جسمك بيساعدك انك ما تروح. صار عندي وجع راس، صار عندي شغله هي بتبقاش اساسيه الحقيقه. ولكن اذا انت بتقول انا كنت اشتغل موظفه at one point هون في امريكا وحبيت طريقه الالتزام تبعت الناس، كنت اروح على الشغل وحرارتي 40 اوكي، كنت اروح فعلا عشان ليترالي على الشغل وانا وجهي احمر وحرارتي طالعه، بس انا اي wanted تو اثبت لنفسي اني انا كمان بقدر اكون ملتزمه وانسانه ناجحه زي ما هم ناجحين. استاذ ريم، يعني يمكن انت فتحتي موضوع او جرح اللي هو احترام المواعيد. يمكن يعني بدناش نحكي انه للاسف عندنا في بين شعوبنا في شوية تقصير في هذا الموضوع. أنا يعني كان عندي عيادة في أحد الدول العربية، وكنت مثلا أعطي موعد للمريض الساعة 3 يجيني تاني يوم الساعة 7، يعني مش نفس اليوم كمان، تاني يوم. وأنت طبعا أنت بتبني مواعيدك على جداول عشان الناس ما تتكتل وتقعد تستنى ساعتين وثلاث. فإيش الحل؟ يعني كيف الناس بدها فعلا توصل لمرحلة زي ما بنحكوا البريتش واي، إنه خلاص you have an appointment you have to go to the appointment 5-10 minutes earlier كمان. Yeah. هو أنا بتهيألي جزء كبير منها من احترام الذات بصراحة، يعني أنت بترتفع في نظر نفسك لما أنا عندي موعد على 3، أنا 3 إلا 5 بكون غلط، 3 إلا 10. شوفوا جربوها مع اولادكم، احضروا روحوا على المواعيد، لا بدنا نروح قبل بوقت، قعدنا في السير دقيقتين قبل الموعد، مش عارف ايش. ف بتلاقي يعني ارتفعت في نظر نفسك، ارتفعت في نظر اللي حواليك، وزادت ثقتك في نفسك. اللي بيصير في البلاد انه هاي المنظومه كامله، يعني مش بس انت متاخر والدكتور نفسه يمكن تروح ما تلاقيهوش متاخر وشوفير التاكسي، مش اتس سيستم، بس هو السيستم كيف بده يتغير. انا بحبش هذا اللي بيجي بيقول لك ما هي البلد كلها لازم انت لحالك تلتزم بمواعيدك. وصدقا بتلاحظ انه الدكتور اللي انت بتروح له دائما على الوقت بيعرف انه هذا الشخص رح يجي على الوقت، هي ويل ميك شور انه هو موجود على الوقت. فبتعامل زي ما بتقول مع كل عميل او مع كل مراجع لحاله، هذا بيجي على الوقت، هذا عمروش اجى على الوقت، فانا نفسي بجيش
اوكي، بس هي لها علاقه جدا باحترام نفسك واحترام مساحه الاخرين وما لها دخل في السيستم العام. لانه انا لما اروح على البلاد بقول لك يعني على الوقت بمزح، لانه فور مي بتعمل لي شيء اني اجي على الوقت، في تخريب ذاتي بصير اذا انا بدي امشي مع السيستم. وهو كل التغيير في اي عالم، في اي عالم، في اي شيء، بيبدا في شخص، انه هو يبدا يعمل شيء بيعجب ثلاثه اربعه، زي ريبل افكت، بتقول دائره بتبلش تتوسع هيك. هذا هو. نعم. صراحة يعني أنا ما كنتش حاب أحكي في الموضوع هذا، بس للأسف مؤلم يعني، وعندنا كثير بتصير، وما بعرف بشعرها إنه يعني لازم نتخطى هاي المشكلة وننتقل نوصل لمرحلة نحترم بعض يعني، خاصة في المواعيد. طيب، في شوية تعليقات حابب نمر عليها ولا حابب تكملي أستاذ ريم؟ لا لا، خلينا نشوف أوكي. التعليقات. نسرين بتقول لك: ماذا عن الأم؟ أكثر وحدة بتعاني الأم، مليون شغلة فوق راسها، كلامكم من ذهب ولازم بيساعدني، بس الأم فعلا يعني، واحترامنا للأمهات خاصة اللي عندها أطفال صغار بكون يعني ديبندنس اون هير، بدهم ياكلوا ويشربوا وتغير لهم وتحممهم. شو في زي مقترحات للأم خاصة في هذا الإيج يعني، اللي يكون عندها أطفال صغار يعني؟ نسرين، معظم السيدات شايفتيهم في العالم أمهات، نص الكرة الأرضية هي نساء، معظمهم وصلوا لمرحلة لها الشرف العظيم اللي إنهم يكونوا أمهات. أوكي، فهذه الأم هي مطلوب منها مش من الأولاد، أوكي، إنها ترتب نظامهم. الأم بتعرف إنه أنا عندي أولاد، فأنا بدال ما أنا مثلا، أنا أولادي كبار، أقوم ألبس وأحضر حالي قبل النص ساعة على الشو، أنا لازم قبل بساعة ونص وبكون جاهزة وبكون حاضرة. الأم بتعرف إنه الأولاد عندي موعد على 7، على 6 بكونوا أكلوا وشربوا وحضرت لهم إشي يلتهوا فيه من قبل بنص ساعة، عشان إذا صار إشي بتحضره. كلنا أمهات، وأنا لما جيت على أمريكا وشفت الأم هي أقدر حدا أساساً تو مالتي تاسك أند دو ستاف، وهي اللي بتحط الأساس لأولادها، بتعلمهم احترام المواعيد، وبتعلمهم البرايوريتيز، وبتعلمهم كيف تو جيت اراوند لايف. بس الحقيقه كل هاي النساء اللي شايفتيها الناجحات في العالم هي امهات، وهو سبب وجود هم. انا اساسا كأم، انا اولادي كانوا سبب في اللي انا فيه اليوم. انا الله اولادي هم، يخليلك يا رب. الله يسلمك، انا بستحي قدامهم اني اروح متاخره على موعد، يعني بخجل بخجل ادخله على موعد. احنا في لحظه مرحله معينه الاولاد كانوا يعملوا باسكت بول، ساكر، تايكوندو، وموسيقى، وكانوا ياكلوا في السيارة عشان يوصلوا على موعد. بستحي اني ادخله على حصة الموسيقى متأخر 10 دقائق على المعلمة، او دقيقة حتى، لانه بستحي من حاله، بكسر له شخصيته. فكأم you have so much reasons، يعني عندك عدة اسباب على انك ترجعي ترتبي حياتك. واذا انت من النوع اللي شوي بطيء، اعطي حالك ساعة زيادة، اعطي دائما حالي. اذا موعدك على 6، بتعرفوا انا بكذب على حالي مرات في مواعيد، بحط انه عندي الموعد 5:30، بحطه على 5 عشان اصحى تاني يوم الاقيه على 5:30، يبقى معي نص ساعه زياده. فيو كان دو It's a اول good ذس. thing. Yeah. صراحة يعني the toughest job اللي هي عمل الأم يعني، الأم هي المربية والمطعمة يعني كل إشي في الدنيا ممكن، نوع من أنواع يعني، حتى السباك والمواسرجي والبنا، كل إشي هذا الأم يعني، هي فعلا تستطيع أن تنجز الجميع. فيعني من هذا المنبر بنقدم تحية لكل أمهاتنا، وبندعو لهم إن شاء الله بالبركة والخير والعمر يا رب المديد، واللي منهم متوفي رحمة الله يرحمه إن شاء الله في جنان يا الخلد. رب، ويعني أنا عارف نسرين من النساء القويات، وأكيد يعني مرحلة وبتعدي. أنا بدي أسأل عن الأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال اللي بدهم عناية شوية زيادة، هدول يمكن كمان لهم يعني أول شيء حسنات زيادة إن شاء الله عند ربنا يا للأمهات رب، هدول، صح، بس هدية هدية. الأطفال هدول بدهم شوية تنشن مور يعني، بدهم مور عطاء. فشو بتنصحيهم إنه يعني يعطوا، خاصة في موضوع التسويف والأمور هاي؟ أكثر حدا بحاجة لبرنامج يريحه نفسيا هم الأولاد اللي عندهم احتياجات خاصة، هم بحاجة إنهم يرتاحوا مشان يحسوا بالروتين.
هم اكثر ناس بحاجه لهذا الشيء. اثنين، الام اللي عندها اطفال عندهم احتياجات خاصه، اول شيء بقول لكم يعطيكم الف عافيه، وبس بنفس الوقت بقول لكم عندكم ملاك في البيت، انجل فعلا. يعني لو قديش صعبه، انا لانه كان عندي اخ، اوكي، فاي نو، مش انا بحكي لكم من محل بعيد او من محل عالي، لا، انا كان عندي اخ، وهدول ملائكه في البيت، احنا كثير محظوظين انهم يكونوا بيناتنا. بس لازم تعملي كوميونيكيشن مع الناس اللي بتشتغلي، مش غلط اني احكي انه اوكي انا عندي كذا، فممكن في لحظه معينه، انا عندي ناس يعني بيشتغلوا في وظائف عليا هون في امريكا، سيدات، بعدين بتيجي بتقول لك مديرتي زعلانه مني كذا وكذا وكذا، اوكي قلتي لها شو عم بصير عندك في البيت؟ لا، واي كوميونيكيت، احكي معها، قولي لها انا يا عمي وضعي كذا كذا كذا. يعني مرات بيحكوا معي بتقول لك تأخرت في تقرير معين ومديرتها زعلانة منها، قلت لها كانت حرارتك 102 مثلا؟ نو. طيب كيف بدها تفهم؟ نفس الشيء الأم اللي عندها أطفال بهالشكل، اعملوا كوميونيكيشن مع الناس اللي بتشتغلوا معها، اكسبلين، بس تستخدميهاش كعكازة، يعني ما تستخدميها، هذه ممكن تصير مرة في الشهر، هاي ممكن تصير مرة في شهرين. At the end, life is gonna go on. Like, this is your situation. مشان هيك أنا بقول لك ساعة لساعة ونص قبل الموعد بتبلشي تظبطي في مواعيدك. النص ساعة ما بتعمل إشي لأم، على فكرة، ما إحنا بنعرف، بقينا تاخذني نص ساعة أركب الأولاد في السيارة وأحط لهم السيت بيلت، وهذا نسي لعبته وهذا نسي طاقيته. It doesn't do much. يعني بدك ساعة لساعة ونص وأنت تحضري حالك للحظة المناسبة. صحيح. سنة بتحكي كلام صحيح، بتحكي لا تنسوا كمان الحسد له دور كبير. شو رأيك في شو، أنا بأمن بالطاقة، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، ولكن إرادة الإنسان دائما أقوى من أي شيء. إحنا اللي بنحدد، حتى إذا كان حتى الطاقة السلبية على فكرة إذا بتأثر علينا أو لا، لابد وجود إرادة. في إرادة في نتائج، في إرادة في حياة، في إرادة في سعادة، في فيش قادرين لحالنا نسويها هلأ، مليان أساليب مساعدة. يعني الدكتور خالد اللي بدنا نجيبه برضو كوتش، وهيز ان أميزنج كوتش، I am a coach، مليان كوتشز، شوف الكوتش اللي بتساعدك عشان تنقلك للمرحلة الثانية. كمان نفس الإشي، يعني بدناش ناخد أشياء تكون كأنها عكازة، ليش عم نعمل هيك؟ يعني أنا بحكي شغلة أستاذ ريم، you invest in real estate, you invest in market, you invest in many things, but you don't invest in yourself, in your family, in your future، اللي هو أهم من الماتيريال ثينجز. يعني فيعني موضوع إيجاد كوتش، يعني إحنا كتير سعداء إنك أنت موجودة معنا، بس برضو وان تو وان إنك تأخذ كوتش ويساعدك في أمور كتيرة، أعتقد إنها أمور مهمة. والأستاذة ريم ممكن برضو تقوم بهذا الدور، ممكن تتواصلوا معها. أكيد في أمور كتيرة في حياتنا إحنا ما بنتوقع إنه بدنا كوتش فيها. صح 100%. كثير على فكرة ناس أنا بيجوني مشان يحلوا موضوع، بس بنلاقي حالنا في موضوع مختلف تماما. إذا مش مبسوطين، إذا مش عارفين ننجح، معناته لازم نلاقي حدا ياخذنا للنكست ستيب، لأنه الحياة معدودة، أيام معدودة وسنوات معدودة. It's worth it. يعني أنا زي ما تفضلت حضرتك، ممكن أشتري شنطة ب$1000 بس ما أقبلش أدفع 100 for coaching. It's like السيشن هذا ممكن يخليك سعيد طول حياتك، ناجح طول حياتك، او يوصلك لنكست ستيب اللي لك سنين بتحاول فيها. ففي برضه هاي جزء من الاولويات على فكره. ألفت بتحكي التسويف احيانا بيكون ايجابي عند الام الموهوبه مثلا وعندها اطفال، فالاولى هي تربيه الاطفال بحيث يكون انجازاتها واعمالها مستمره ولو بسيطه. ألفت على فكرة بتابعنا من ألمانيا، الساعة متأخرة بس اليوم قالت لي أي ساعة وصاحية مشاننا، فبدي أشكرها جدا جدا. ألفت فنانة، طبيعة حياة الإنسان الفنان منجزة، يعني وين ما شفت، وين ما تروح في خير تلاقي إيد ألفت فيها. فطبيعة الأم الفنانة طبعا كذا، وأنا معك يا ألفت، نعم، الأهم المهم فالأهم، وأولادنا ما هو إنجاز، أولادنا إنجاز، وعائلتنا، حياتك الأسرية إنجاز لما تكون ناجحة وصح. فأنا معاك، أولادك أولاً قبل أي شيء آخر، بس مش بدناش نسميه تسويف، نسميه شيء ثاني. طبعاً بنوجه لها تحية من هذا المنبر، جداً إنها يعني
إنسانة معطاءة مثال ومثال، الله يعطيها العافية. وإن شاء الله يعني كل إحنا بنفتخر بكل متابعينا واحد واحد، يعني صراحة صار بيننا صداقة. يعني بتشعري إنه الأخت اعتدال بتحكي أنا من النوع اللي أفكارها مفضوحة، اللي على بقلبها عتمها زي ما بيحكوا، بتنسرق، وأنا بعدها بلطم وبقول اتعلمت وما بتعلم. شو بتنصحيها الاعتدال؟ اوكي، اعتدال. شو السبب اللي بخليكي تحكي افكارك للناس؟ يعني do you wanna get، يعني عم تحاولي تحصلي على رضاهم او يكونوا مبسوطين منك؟ ما احنا جزء منا، هيك احنا كاطفال هيك تربينا. برافو عليه. فبقولها، شو هو السبب اللي بخليكي تحكي لهم هاي الاشياء اللي انت حبيتيها، وخاصه انه اذوكي اول مره وثاني مره؟ ليه مش قادره توقفي؟ هذا السؤال. ليش مش قادره توقفي من انك تدو؟ او شوفي برضه الدائره اللي حواليكي مش صح، لان اذا انا بقول لك فكره قاعده بشتغل عليها بتاخذيها وبتسرقيها مني، you're not a good person، you're not honest. هي الموضوع اكبر من هيك. الموضوع بدنا نرجع للي حواليك، مش ناس منيح. والموضوع الثاني، ليش بتحكي ومش قادره؟ لازم نعرف شو الاثر النفسي. ليش؟ شو اللي بحمسك انك تقولي الإشي قبل انجازه وعشان وبتخسري؟ شو الدرس اللي لازم تتعلميه؟ وشو العضلة الجديدة، أنا بسميهم عضلات بس هي هابت، اللي لازم نبنيها عندك مشان تقدري ما تتابعي بهالأسلوب؟ ابعتي لي مسج، ممكن تاخدي استشارة مجانية. عين عليك. طيب سنة بتحكي سؤال، ليش الواحد بيكون ببلده دارس وهون يصاب بالإحباط، قصدها في الغربة يعني. وسؤال كثير. ثاني بقول ليش العمر هون بمر بسرعة، يعني تابعين لبعضهم. العمر هون لانه مليان، بيزي، اتس بيزي، مش فاضي. عشان هيك بنحس الايام، هي الايام ايام، اليوم 24 ساعه على الكالندر. للعلم، بعد عصر التكنولوجيا، لانه اللي كنت انجزه بشهر صرت انجزه بثانيه. لاحظوا، اذا بقيت اودي لاهلي رساله، زمان انا مش انا بس زوجي هيك كان يقول لي، اجى زمان يدرس في امريكا، فبقى يكتب رساله تقعد شهر تتوصل اهله ويقروها، ويقعدوا اسبوع يكتبوها ويحطوها بعد شهرين ونص. مشان هيك بقى الدنيا تبين كثير. هلا نو، everything is happening fast، حتى النتائج بسرعة. والعمر هو العمر، تمتعي فيه قد ما بتقدري. يعني بالنسبة للإحباط، هو الخوف، انت خايفة. انا اللي بقيت ناجحة وبسهولة افتح الكتاب اللي في العربي واقراه، فهلا انت خايفة انه تفشلي قدام نفسك؟ تعودتي على نجاح. ممكن، انا كثير عندي سيدات عندهم PhD من البلاد واجوا هون، فخايفين يبلشوا، لانه انا عمريش سقطت، انا عمريش فشلت. إذا أنجزتي في البلاد بتقدري تنجزي هون، بس خديها خطوة خطوة. يعني أقول لكم، أول كتاب قريته بتوقعش أخذت منه أكثر من 50% بالإنجلش، بس لاحظت إذا بدي أرجع للديكشنري رح أوقف، لأنه شغلة معقدة. فصرت أفهم سياق الكلام وأبني عليه، بعدين صرت الكتاب الثاني 60%، بعدين هلأ بقرأ الكتاب بجيبه 100%. إدي من أي محل، ما تصابي بالإحباط، ما أنت بتقدري. بس المهم انه تعملي اشي محبب لقلبك، مش ضروري تدرسي نفس دراسة البلاد. هاي كلنا درسنا ما عملناش بشغلنا. يا ريت يا ريت. نسرين تقول لك عندي قاعدة في الحياة، on time is late. اوكي، sounds good to me. On time is late is good، معناته قبل 10 5 دقائق. good for you، good for you. صحيح. yeah. الأستاذ محمد أبو جازية بقول لنا منورين، أول إشي بنعزيه بوفاة أخوه الله يرحمه ويغفر له. الأستاذ محمد من الله الكوتش يرحمه. المشهورين في الأردن، ومن الناس الإيجابيين جدا في التعامل، رجل راقي جدا، بنقدم له كل الاحترام والتقدير، وأهلا وسهلا فيه، وإحنا بنفتخر إنه موجود معنا، وإن شاء الله بنقدر نستضيفه يوم. إن شاء الله تعزينا الحارة. شكرا. حجم العطاء كتير كتير لما تكوني أم من ذوي الاحتياجات الخاصة. لا يعادل عطاء، ولا يعادل حب، ولا يعادل جهد، ولا يعادل إشي في القلب. بقى يعني it's really really hard. مش راح أقول لك سهل، بس نسرين you can do it with love، you can do it. برضو بدك تكوني قاسية على حالك، في سبب إنه ربنا أعطاكي هالهدية. enjoy it. يعني في ناس حرام كمان they push الولد يعمل إشي ما بقدر عليه. don't، اللي بقدر عليه المهم يبقى سعيد في هيك حالة، وانتي تكوني سعيدة معه. بس أقول لك يعني God bless your heart، بس يعني at least بقدر أقول لك يا
في لي صديق في روسيا قال لي انه طبعا شخصوا ابنه بالتوحد بالاوتيزم. في البدايه طبعا كانت صعبه عليه وعلى العيله، بس بعد فتره اخذها بطريقه ثانيه. بيقول لي انا ربنا اعطاني شك مفتوح حسنات، كل يوم بصحى الصبح بحمد الله وببدا اشتغل مع ابني، انا عم باخذ حسنات، يعني شو بدي احسن من هيك؟ يعني ايش ما بسوي في الدنيا ما حقدر اخذ بهاي الطريقة. وفعلا بقول لي تغيرت حياتنا كلها لما يا صرنا الله، نمشي بهذه القاعدة. يا كل الناس اللي بيجيهم حدا وطفل من هالشكل وبيتقبلوا الأمر وبيعطوه حب لهذا الطفل، فعلا حياتهم تتغير. في سبب، في مسج هذا الولد جاي واختارهم هم كعائلة إنه يجي عندهم. يس، ربما بتقول لك الأم الناجحة عادة بكون حولها أهل أو زوج متفهم ومساعد. بيساعد جدا، بيساعد جدا انه يكون حواليك حدا بيساعدك، بس اذا ما في بتكوني انت مساعدة نفسك. بس دفنت لربا يعني بكتير بيسهل الامر. طبعا بتحكي برضو النفسية اللي تصيب الأم هي بيرن أوت، أصعب شيء طبعا. I cannot say anything about this, Nisreen. I mean انت افضل وحدة تحكي في الموضوع، بس I know you're strong. I know you can do it. اعتدال دول أهم شيء، تنظيم الوقت وحط برنامج على كنار تي في. اعتدال يلا. طبعا 100% تنظيم الوقت، حط برنامج، معالجة إشي مش عاجبك وبزعجك في الحياة، keep going. طبعا الأفكار اللي راحت بيجي غيرها. اعتدال من مونتريال، من الصحفيات الرائعات جدا اللي لها اسلوب رائع في تقديم المحتوى الصحفي، فبنوجه لها كل الاحترام، هي دائما بتتابعنا. هذا لألفت. نسرين بتقول لك الفنان انسان راقي يا ألفت، ف this is for you. 100%. Yeah, yes. طبعا بتسلم عليك ألفت، تقول لك حبيبة قلبي كل الاحترام لك دكتور، كل الاحترام لك. اعتدال ردت عليك، انت كنت تسأليها ليش، معلش هم لانه ما شاء الله الكتار، بقول اني اجتماعية وبحب المشاركة. حلو، بس حقك تحتفظي بفكرة راح تعمل ديفرنس في حياتك، راح تعمل لك نقلة، راح خاصة انتم صحفيين. اي نو السبق الصحفي اشي انت اجتهدتي واشتغلتي عليه، اللي انا شايفيته انه قد يكون بيهون عليك شغلك مقابل انك تخلي هالاصدقاء حواليك. فانا بقول لا، حقك انك، انا حقي لما اكتب الكتاب مش راضية ابعته لحدا ما يوقع ليش على حق الملكية، حقي لأني اشتغلت عليه وتعبت. I'm not gonna give it to anyone. وانت نفس الشيء حقك اللي بتشتغلي وتتعبي عليه تخبيه، بعدين تطلعيه جاهز لهم باسمك انت تعبك. ف love yourself، قديش بتحبي الناس حبي حالك كمان. طيب هذا آخر شيء إلى الآن. الريم بتحكي حتى نصل إلى تحقيق الإنجاز وبالتالي للسعادة، برأي ريم ممكن نبدأ بهدف بسيط سهل، إذا تحقق أرفع سقف طموحي قليلا، وما أقصده نحدد أهدافنا وما نصنع فوق طاقتنا، ولا نصنع ما هو فوق طاقتنا حتى لا نيأس ونحبط ونعجز. أحسنتي، ممتاز جدا. بدنا نعمل حلقة على فكرة على الأهداف، بس إحنا من الأساس قلنا ما تكبروا الشغلة إني أطلع عليها. أنا اللي حطه في أمريكا هون بالذات تجزيء، يعني عندي مشروع كبير كبير كبير، بس أنا بعرف شو أول خطوة وهالقد أول هلأ قادرة عليها، خديها هاي الخطوة. هي أساسا النجاح الكبير هو مجموع خطوات صغيرة عدة. فهاي موضوع الخطوة الكبيرة وإشي كبير وبعرف الأول والنهاية، it's not. It's not. 100% أنا بوافقك بالرأي، خذوا أهداف صغيرة. هو خاصة قلة الثقة بالنفس بناخذ أهداف صغيرة وبنحققها. وزي ما قلنا هدول عندهم مماطلة، خايفين المسؤولية، اعمل إشي صغير، اعمل خطوة باتجاه الهدف، اعمل خطوة باتجاه الإشي اللي بدك تشتغل عليه، وشوي شوي بتبني هاي العادة وبتبني هاي المسل. الوقت بطير بطير مع مع الأستاذ ريم. طيب خلينا نحكي العضلات الآن، إيش لازم ننمي عضلات عشان نمنع أو نقتل هذه العادة السيئة أي التسويف؟ أنا مؤمنة بأسلوب الأسئلة، لأنه الدماغ يستجيب بطريقة مش معقولة. أول سؤال للناس اللي عندها مشكلة التسويف مش عارفة تخلص منها، سؤال قد إيه بتحبوا حالكم؟ هل بتستحق الإشي اللي بدك تسعى عليه ولا لا؟ أوكي، لازم هذا الأسلوب اللي تبلشوا تسألوا فيه،
وليش انا ما عم بقوم، ليش مش قاعد بنجز او بحب حالي؟ وما اذا ما استخدمت اسلوب ال5 ثواني اللي هو 5 4 3 2 1 وبلشت وما نفع معكم، هذا اليوم اللي لازم تتاكد انك تلاقي فيه مستشار او كوتش ياخذك تو نيكست ستيب وهولد يو اكاونتبل. لازم. طب هل تتوقعي انه مسامحة النفس احيانا برضو مهمة؟ اول شغله احنا اذا بتذكر اول ما بديت انا قلت لكم معظمنا نعاني من هاي الاشي، طبعا بدك تسامح حالك وتكون جدا كريم مع نفسك، ما تتهمش حالك بالتقصير او بالضيعت، كلنا بنمرق فيها هاي الاشي. شو الاشي النفسي اللي مخليك ماسكك في الارض ومش مخليك تتقدم؟ اول شغله بدك تترك نفسك، اطلق سراح نفسك، سامح حالك، وبعدين كل شيء بيجي، كل شيء. هي المنطلق اساسا. طبعا زي ما حكيتي تجزئة، هذا مهم، تجزئة المشروع حتى تشوفي نتائج. طبعا تعرفي انا يعني يمكن personal things، انا كنت انصح كثير وضعفت في مرحلة التخسيس هاي. كان عندي شغلة اسمها cheating، كل ما اوصل ل 4 كيلو اعمل تشيت، يعني انا كافئ نفسي بمكافأة، مثلا اكل حبة شوكولاتة لاني انا وصلت للهدف وحققته، عشان اطلع للمرحلة الثانية كمان 4 كيلو، او كنت انا عامل هيك فيمكن تكون، ما بعرف، احد الطرق انك تكافئ نفسك احيانا، تعمل لحالك 100%. سربرايز زي ما بيحكوا. Yes, good job. Give yourself a high five. You're doing good. اكتب عن حالك اني انا اليوم اني حاس حالي جدا في حالة نفسية جيدة لاني عملت كذا وكذا وكذا. فبني هذه الثقة في النفس، هي الثقة انك تواثق من نفسك اني بقدر اخذ نفسي لبر الامان وللنجاح. ما تضلش whatever you do، يعني مارتن لوثر كينج حكى، خاصة في الظروف اللي احنا فيها خلينا نحكي عنه، اذا أظني أحكى إذا تفضل. مش قادر تركض امشي، إذا مش قادر تمشي ازحف، المهم ما تضلش واقف في مكانك. دو أي شيء، اعمل أي شيء. هذا يعني كلام رائع. طبعا في أحد أعتقد ألفت حكت إنه الأهداف لازم تكون واقعية. أنا بحاول ألخص شو الشغلات اللي أعطونا إياها كمان. هل تجدي أستاذة ريم إنه لما ترى مراقب عليك، يعني اطلب من شخص انه يراقبك او اطلب من شخص انه يعطيك يتأكد من قيامك بالمهام، هل ممكن هذا برضه يساعدنا، خاصة اذا احنا من الناس الانواع اللي بتطنش او بتحب كتير، عندنا مشكلة تسويف كبيرة يعني؟ كثير ممكن نعمل احكي مثلا انا وصديقه نحكي بانفتاح، حدا بوثق فيه، هو عنده هدف وانا عندي هدف، هو بنفعش من طرف واحد، نعم. فانا بذكره لما يضعف وهو بذكرني لما نضعف. بنفس الطريقه انا وصديقه الي بنقرا كتب. فوين وصلتي؟ قديش بعدين احنا بنكون عارفين كتابنا القادم على فكره، وهيني وصلت وهيني عملت، طب ليش متاخره؟ عرفت كيف؟ فبنشجع بعض، لا انت اقوى من هيك. اذا بقول والله انا زهقت وتركته، ذا التر ايجو افكت، خليني اقول لك هذا الكتاب اللي غلبني انا، لانه انا من نوع بقدرش اوقف في شيء، بعرفش انام، خلص بضل يزن على راسي كملي كملي كملي. زهقت من نصه لانه ضل يعطينا امثله على ناس اشتغل معهم، امثله على ناس اشتغل بعدين. طيب واخر شيء طلعت زبده الكلام كلها في اخر 3 شابترز، الحمد لله اني كملته. ففي الالتر ايجو افكت هو بيدرب اغلب الناجحين، الاثليت في العالم بيدرب معظم اللي بيلعبوا كره قدم، كره سله، يعني مدرب مشهور اللي كتب ذا الالتر ايجو افكت. من الحالات اللي حطها هو من كثر ما حط امثله انا فهمته للكتاب، اخر شيء فهمت ليش هو بيعمل هيك، انه 2 بقوا ماسكين بعض، انه انا يشوف صديقه ضعف في نص الطريق يقول له لا قوم، انت يو ار سترونجر ذان ذس، يو كان دو ات. انه انا متاخر، طب انت قلت لي الاسبوع الماضي بدك تعقد 4 اجتماعات، شو صار معك؟ ما عملت. لا بدك تقوم، يو كان دو ات. يشجعه، فبنشجع بعض على الاستمرار 100%. هذه يعني علميا مثبته. البوزيتيف بيبل، يعني هي لازم تحاول انك فايند بوزيتيف بيبل، صح؟ You are the sum of the closest 5 people to you. أنت عبارة عن مجموع أقرب 5 أشخاص إلك. Yes. عاد أنت حر. مين هدول 5 أشخاص القراب إلك؟ وقديش بأثروا حياتك على فكرة، زي ما إجاباً سلباً.
صح حيط ان نفسك في ناس اللي راح تساعدك وانت ترفع، يعطوك شويه ستيم تو جيت جوينج. وصدقوني هذه مشكله المماطله لازم تستمر، وفي لها عده حلول وانتوا بتقدروا، انا متاكده. أكيد. أستاذة ريم احكي لنا عن ضيفك الحلقة القادمة. الحلقه القادمه صدقا ما بدكم تفوتوها، ولا تفوتوا ولا شيء من حلقاتي انا والدكتور جمال. بس الحلقه القادمه ضيفنا مميز جدا جدا جدا، خالد حماد، يعني مستشار كبير وكوتش ومنظر في السعاده البشريه، وعنده عده شهادات في الطاقه، في الريكي. احنا بدنا نحكي عن موضوع السعادة، ولكن بده يجي ويحكينا معنا أيضا عن الطاقة كمان مرة إن شاء الله بدنا نستضيفه. ففعلا بنصحكم ما تفوتوا الحلقة، حطوها على الكالندر تبعتكم وتايم يور واتش قد ما نسمعه. بس حلو أنكم تكونوا لايف وتسألوا الأسئلة اللي بدكم إياها. ضيف مميز جدا، أنا جدا جدا سعيدة. رح يكون معنا من أستراليا على فكرة، بس هي is very excited. ولما سمع عن الكنار تي في وسمع شو الميشن تبعتنا كان حماسه جدا رائع. يعني انا كثير كثير متحمسه لنكست فرايدي. نكست فرايدي الساعه 7، لا تنسوا 7 بتوقيت نيويورك ايسترن تايم. يس. اعتدال تحكي هل قوه الشخصيه عامل كبير حيكون هذا اخر سؤال يا جماعه بس عشان الوقت. okay. هل قوة الشخصية عامل كبير بالنجاح الثابت؟ لأنه بتواجهني تحديات ومنافسات وعوامل سلبية اللي قد تنتقص نجاحاتك. شوفي، حقك تنجحي وحقك تاخدي ثمار الشغل اللي بتشتغليه. نعم طبعا، ثقة في النفس، قوة الشخصية. أنا بقول لك إذا نجاحك بياخد إنك تتخلي عن كل المحيط تبعك، مش تتخلي مرحبا أنا بطلت أحكي معكم كذا، تبعدي دوت، لأنه حقك تقطفي ثمار نجاحك. وهي من أحدى المشاكل اللي بنعاني فيها كسيدات عرب أولا، وبشكل عام هي إنه نكون بليزرز، بدنا نرضي الآخرين. فمستعدة أقدم له شغلي على طبق من فضة، مستعدة أقول له شغلة أنا مش لازم أقول له إياها، بتخليه مبسوط مني ورضيان إنه لسه he's taken more or you're more of a giver than a taker. فكل هاي الأشياء بدك تسألي حالك أي واحدة فيهم أنت، وبلشي اشتغلي عليها. ربما بتقول لك حجرب موضوع ال5 ثواني، الموضوع حلقاتك مهم جدا لتحسين الذات. تشكرك، واحنا بنشكرك ربما وبنشكر جميع المشاهدين. اخر كلام بتحب توجهيه؟ اذا شيء نسيت اسالك اياه بتحب تحكي عنه؟ ام سوري يعني، بس كان اكسايتد يعني صراحه. نو غطينا الموضوع جيدا. انا بشكركم في كنار تي في، انا بقول لكم كلياتكم تستحقوا السعاده، كلياتكم لازم ينبع تصرفاتكم في كل شيء من هذا العالم من حب الذات، هي مش أنانية. حبوا أنفسكم، حبوا الإشي الأفضل لكم، يعني حبوا أنه بدي أتطور مشاني أنا مش مشان أي حدا تاني. بتفرق معكم كل الدنيا بصير. أنا بقرأ كتاب مشاني أنا، مشان أكون سعيدة، مشان أكون أفضل. استثمروا في أنفسكم، هذا هو استثمار أبدي. اوكي، راح ياثر على كل نتائجكم في الحياه. فاستثمروا في حياتكم، عيشوا سعداء لانكم تستاهلوا تعيشوا سعداء، وسامحوا انفسكم لانه كلنا نخطئ وكلنا عندنا نقاط ضعف. صحيح. بشكر الاستاذه ريم، زي دائما يعني بتعطينا مواضيع جدا مهمه ومواضيع فعلا يعني انا بستفيد كل مره بطلع معها. يعني I'm eager to listen to the next one. بشكرها جميعا، بشكركم جميعا اللي كتبتوا وعلقتوا وحضرتوا حتى سمعتوا. بذكركم في الحلقه القادمه الاسبوع القادم، ما تفوتوها حلقه راح تكون زي ما بيحكوا في الاعلام ناريه، مع شخصيه فعلا مبدعه راح نحاول نذكركم فيها خلال الاسبوع. اليوم الساعه 9 راح يكون معنا كافي لايف، راح يكون عندنا موهبه غنائيه وشخصية إبداعية أعطت للمجتمع المحلي. تابعونا وإن شاء الله نشوفكم الساعة 9 بتوقيت نيويورك، والسلام عليكم. وعليكم السلام. يلا سلام.